غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. نهركم واجب، نهركم وواجب، نهركنا واني شاقني وحول الله سيان اللي اما نفعي ونفع له منفعاء سوى علم ولا برو قرآن ولا برو ساس وكله ويقل يسا سيان ارك دور حديث كان كوارك دورنا اما وح عين او متمولة حول مالا او قبضة مركة لقرسين ولا سيو ايام مهر لده ذا مهركنا الصوماني ولف كيسا مهر بالده ذا soomaalida markii gabadha lagu guursanayo saddex wax lay sheegan gabaati iyo yarad iyo mahar gabaati iyo mahar gabaati iyo yarad iyo mahar soomaal soo kala taqaanaba gabaatiga tolka la siiyaa yarad kana qoyska gabadha ka dhalatay la siiyaa mahar kana gabadha la siiyaa saddex wax bay soomaalidu laakiin mahar kan baa waajiba labada kale waa wax iska caada weeyaan وأن واجبهين قرآن كله يقول سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة سوى الدمر كمهر كودي سوى هديدة ومعركة عطيبة وهباء يغسي عليدي وأنا واجب هواني والنبي ويتم صلى الله عليه وسلم حديث وريي سهل ابن سعد بخاري ومسلم الإسوصارين هويني وأن النبي قلت من صلى الله عليه وسلم مركاسي حتي يا رسول الله نفتي ذا كوهي بي نبي رمون الله الدين مدبر بي تاقنيد من بوحيد يا رسول الله أليقو هدي آذان أبا هنين أو دنقور سنين أنيق يقوري رسول كبير صلى الله عليه وسلم محال هاي ستا محال هاي ساء أو عد مهرهان سين ساء وحيد وحان هيون هو سبنتي يا أنقلاء هين مچرو رسول کو وو مو تر یا هوس گنتی یل هدا فیسو ادگو واب قوانا نیسا ادگو هدا قفتر یل هو تر مایو مخای تریسا ا انتا تختو وحسو رادی بو یی وحسو رادی ولو هلا ها تا وها اد کینیسو کاتل بر ال ها هادو کاتن بر اه حدو دونا ها نوقدو ولو خاتما من حديد نکو رادی مون هلی نبي قمر كرسول صلى الله عليه وسلم قرآنك وحما كحفظ سنتهي قرآنك محاد كحفظ سنتهي مركاسول نعم وان حفظسنهي سورة كذا وكذا سورة الهاس أيو شاقي رسولك هو يحن كو مهريي قرآنك آل حفظ سنتهي وان كو مهريي بمعنى انو برو وو أخري وان نفعي مركا نفعي بو تعليم بو سينيا تاسو مهر نبي صلى الله عليه وسلم مركا مهركو حولانو نقول كرا wax manfacaana uu noqon karaa oo qofka aad ku anfacayso gabadha hadaad tiraaho waxaan ku barayaa sida dharka loo tolo ama waxaan ku barayaa masalan qur-aankaan ku barayaa ama kitaabka la buluug maraamka yaan ku akhriyaa oo naqaanaa ama siirada nabiga kitaabka la ruxuuq maktuum ayaa ku akhriyaa nafcigaasi uu noqon karaa meher sida rasuulku sallallahu calayhi wasalam ونك القرآن كأقول مهريين وتكره المقالات فيه إن مهر كالقالية يأولى بذينا وكراه رسول كفوية صلى الله عليه وسلم نكاح وحا وخير بدن كأقول سهلا يا أخير بدن إن أرنت ماركتي لو اسكو قالية يأولى بذك لغود لما وناكسنا وحا وخير بدن قولك كأقول سهلا با وخير بدن ويسعه وناصحيا مهرك وحقوة صحية ولو خاتم من حديد كاتم بلا ما لها كيالي وحي
حوله مقعد بقه وكو صحيا ولو خاتم من حديد كاتم بروا إلهي كيولو كاتم بروا وحاها هاتو وأصحيا. نعم طيب أو تعليم قرآن أما قرآن ليس برها هاهالو إسنو أصحيا قرآن ليس برو وحن كلون سوقا وأصحيا مهركو وأصحيا ولو كاتم بروا الله كيالي هدي قفكو وحكينا كاتم بروا الله كيالي وحي ومهرهان وكينا وأصحيتا وأنا كاتم بروا رخيص وواح رخيص ويان كاتمتا سمالي والي قانا أما خاتم وبروا واحد وواحد رخيص ويان مركا حبيرا لهذا كاحتا دوية ويكوا صحيتا قرآن كا وبرا ويكوا صحيتا أو تعليم القرآن قرآن كهوين اللي دوا كبري إيهنا ويكوا صحيتا وحان قياسها نصوق هذا وحان الوحي كلا نفع ويكوا صحيتا لكن وحاولنا يسلم اسكو براروشيو dad badan baa waxa ay mushaf quraan aan kuugu meheriyay mushaf quraan ah arintaas kulleeba dadka ka soo horjeedan aan ku jira waanan maaragtay maxay yeelay quraanku waa kitaabkii Ilaahay weeye waa ka weeyahay maaragtay arinta iyada ah marka waxa loo baahan yahay wax baritaan oo gabadh nafci oo siiso ama wax xoola ah ayaa loo baahan yahay إلا سيو قبضة مسلمة داي إلا مهر سنيو ومن تزوج قفكي قرسل هواني امرأة هواني من دا هواني قرسلي ولم يسمي لها صداقا ما نعون أم عاب مهر مركي للمهر لي وأقول للمهري إذ يدعون أم عاب وح مهر وحاسا كسيمة بورا نمبا مهركي وأصحيا لكن هذا مركي حساب تتمادو ومركي لغو لهذا فلها وحيلها مهر نسائها إذا دخل بها مركو هويني كدكتو يقول إذا اللغو كانو أو ناغستو وحي حق لها مركابة أوتوماتيكالي وحي حق يالا نيسا خير كذا يذا قبضها كان مداها بريرت الهويدة وراشد وحي اللغو مهري حق لها يالا نيسا حولوه اللغو مهري أما هويدة أما بريرت أما وراشد أما إبليد دمر كقيس كذا إياها وهي لغو مهري يا حق لا لهي مهر مثل لا لدى لا هو إذا لم يتكى مهر كذا حق لا نساء ما دام أن لغو مقعاب ما ركتي مركي لما هرني أن وح مهر أن لسوق هذا مداس مركة ومسألة مهمة ويان بمعنى هذه صداقة لسوق هذا مهر كوقت جيسا مهر كواصحية لكن معناها ساكات لنية ويستحب وحاو ناكسا تقديم شيء من المهر مهرك وح كم ذا إلا هر مريا وناكسا سوار دين تبلن دي باو لغان وهو كل شان نافو غير انكو مهرية طوان نافو الله انكو مهرية مش عارف وحبال الشيغا خاصة تذكر باليها هذا هو الإسلام توالا سكساغا ونمار تهد ومركي نور نافو ورثيرك كوش رمضة ترانيغا مهرو له كوكا دمر وحبال لغا وإن لغا قاتو مركا رنتا سمو ناكسا وحاف يعني لقدوسيو ولو بربها هذه القدوسية مهر كذا يا وناكسن ويستحب وحا وناكسن تقديم شيء وحين الله مريه من المهر مهر كم ذا قبل الدخول هؤلاء اللي انت ولي باللوق قلن ان دمر لقد قلن ان قولي اللوق ان قولي لقيسن ان وح الله مريه يا وناكسن. نعم رسولك صلى الله عليه وسلم قبل ليس مركو قوري سيد علي سيد علي بن طالب مركو قوري فاطمة أيوه يقول علي رضي الله عنه أعطيها شيئا وحسي بويلي مركز علي وحولي ما عندي شيء وحلو ما هيستو مركز سولي أين درعك الحطنية درعاقي أوي درعاقي درعاقي أوي أيوه رسول قول صلى الله عليه وسلم سيد علي مركي أمارة قول سيد فاطمة مركز سولي نعم درعاقي سولي النبي يقول مركز صلى الله عليه وسلم إذا وحوى ناسن هواني إذا إن لسيه معركتي إن وح لسيه أو إنت أولي لوق جلن وح لوهر مريايا وناكسن وعليه إحسان العشرة وحا وناكسن قوة مركونيك مسلم كي قرسل لقن كي لين وناتي يا وناكسن
محايا لي إلهي يقول سبحانه وتعالى أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا وحوا ناسا إنه قوى ناس ولا شيء إيه وقرسي لكن كذا إيه مارة معاملة كذا إنه وناتيو مدافع واجب وحيالها وحاكم ذا عسر لها دين صوكو ابن وارهن مهمة قضب كوان كسو شيقنو وحاكم ذا إنه النغض قفو كالمية إيه ذا باعد له وكالمية يا كم ذا لكن كواناكسا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إلهي يقول سبحانه وتعالى بذيه نفتين إيه الكين بنارك إلالية نار تاسي والله وشد الدوان وضدك إيه نجحة رسول كفور صلى الله عليه وسلم. ارجع نبوه قلوا الحكوري ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مركز مدلة شوغن مركز هيركين كن قطان وحبارة تعليم برا صلاة بلت وكذا يرسل كور صلى الله عليه وسلم. إذا قفك المسلم كجواب أو راشا مسلمة دوت جورستي وأنا أتكلم وقول نقطة دين تيرا وحقوق مجزن تاويان قلب كلابات وأنا دو قيرته وأنا دو قيرته حاس كاغا أو وحيالا إلى حشوت كيرا يا كرامة ده وحود لبيا إنا على سمين لكن طامع عليه دماها الوقت يقادب على حسابته أو مسيرا عالي هين لقوه أركو أو أب عيبته يرهادي سو أرنت هسمو ونالسنة لكن يدا وحيالة دبيا ميلا حنهن كشقي سو مارك تبهن أدقلي سو ميلا ما شردد أجنبي شوغان أدقلي سو وحيالة كرامة ده وحيولي إنا inaad ka ilaaliso weeyaan midaas loo baahan yahay karaamadeeda inaad dhowrto oo ilaaliso midaas loo baahan yahay. Bay midda saddexaad meerkeeda waa aad ku heshiiseen waa inaad fiiso ooda khayaanin ooda wareejin ooda ka fagsaagin ooda sirin taana waxa uu xaq bay kugu leedahay weey. Qodobka afraad waa inaad nafaqayso waajibku ninka ayuu ku waajibay inuu nafaqeeyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa isaga ayaa waajiba inuu nafaqeeyo welibana inaada ku dhibin oodan maaragtay biilka aada ku yaraynin ee aad u waasiciso sidaasaa loo baahan yahay. Ilaahay hadaadi ku waasiciyo reerkaaga waasici. Qodobka shanaad waxaa ka mid ah afarta qodob waa waxyaalaha ninka looga baahan yahay xaaskiisa inuu ku dhaqmo. قلب بكرات شراء ويانا هويلي للا غربو وها وقوه الرئي قلب بلاس نين كيادا إني إسان قرغي سجلي نين إساق ومقان قفعان كان مدهين محارم تيادا إيادا محارم تيادا وحاران نين أجربية نين كيادا ومقان قرغي سيني جلسو رسول كفر صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء دمر كينا بو قشام بان دين كدقياه nin baa wuxuu ku yiri ya rasuulallah iga waran ninka loo yaqaano soomaalidu taqaano yacni dumaashiga ninka walaalkii ninka walaalkii guriga ma geli karaa ninka uun joogin. Rasuulku wuxuu yiri sallallahu calayhi wasalam dumaashigu waaba mowd isagaaba geeri abuur waaba geeri kaasaaba ugu daranba lama ogola gurigan iska galo soomaalidu dhaqan xun bay taqaanaa arrintaas ma banaana shareecada. Qodobka labaad ee gabadha muslimada laga rabo waxa weeyaan إيسو قريس قريس كبهن إلا أن يسوه فسح مويان. رسول كفر صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتز الفراشة ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأتيه حتى ترضيه فإن كان هو يعني قبل فيها ونعمة. وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه. وإن هو أبى برضاها عنها
فقد أبلغت عند الله عذرها. حديث كاس وحديث وري الإمام البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك معاذ بن جبل هؤلاء المسلمين دعوا بنانا إله يا رسول كسر هميسي إنه يقول لك هذا أفرس هذا من وإنك هذا نعيه إنه يقول لك هذا كبح لسوار إنت عن أقلين قف إنت قدر إياه إنه يسألوا هذا الكيسة لقد يسألوا منك هذا عين المارتي هذا كله من هذا كان قفك لو كسو يدي قلبي يسعى نحن قفك لو يقلين خاصة قوس كيسة وكله يدي وكله هذا هو غبا هذا هو نميه دمر نمو غبا هذا إنه يسن ديد وحاران هذا يكون حبين توان يسن قراعين وقعام وقادم هذا يروف شوكتين يمريكا لما له وان يسن قوانينتا أين أؤذي يكسنين حيرك قوسك وأين كل من ومبنانا وحيالي أن حقا ينولهين دمر كميرها شوكوان أقنهي وحالا كالميسان يا قوانين بالا كالميسان يا لقيا بنيك اللي قد دلميه دمر كأرهن تأكل أغمائي إسلام كآدي آدي وفقيهين وإن الله لقى عصر سبحانه وتعالى إسه وضوك قردرية هاي وإن إرهالي قلسو إسنا وإن إرهالي قلية نكالة قبل أدوى إسنها إسنا وإن سبحانه وردق بهران وصور شاقني مداس هدوك أقبل عردار إنت يوقد إنت عردار تأقبل وايو بيض عردار كي إله واك أقبل يا وحد بيض اللغم له أرمها سي أرمها قويسك وكو انا اكسن يهدي وكو انا اكسن عندي كمتاي قلب كسدحاد حوله سواني كدلاشو قولي يسي حوله سواني سنكو اينا كو اسراف واي كدلاشو تاسع لو باني هاي نعم مدى افراد معصية وحانا هين او ان حمانا هين واينا كوا بيعضو او كواش او هذا الكساق بشو اينا هذا الكسا ديدن مدى شناد وانا جمر كولا دقمو وصفي عنو قال هدو نكو نو وانا اكسي هاي وصفي عنو لدقمو وصفي وانا اكسن ومعملو وانا اكو مهاليسو وانا اكو شكري وطراج جزاك الله خيرا وانا ديدين وانا قو قرطو دمر كارنطا والوطو سي هاي رسول كحول صلى الله عليه وسلم دمر يهو وحان ابن اركي نارتنا ببنتهين مركاسا ويوي ديين محانو نارتو يا رسول الله قد بغني وحويري زوجكين وحويري قبته وادي كرتان لعندنا واد بغيسان من يوددتك دمرك كمده دي سمتك تن وراغ لوصن ايو ونكي هلما الحماني كاركتو وحيرنا يسويري قا وخير كاماركن افنتها سنوالو على بقليا وان ليسك الاليو مد اللحاد وان اوخذ ميسو قلقيسو وان اوخذ ميسو هايوري دا اللو قباهي هايساقا من وحولها كانو هايوري قيس الاليو واجب بيسا كتاهي يودنا واين اوخذ نيسو ويفاشن كو كرسو ويقولوا مارت هدي عافي ما تقرتو وين عينات قوين لكن هدي امورتهي اما ايوذ ما حانو سنس واين اسمي يودا اوخذ نيو واجب اروانا سنوي وحيالها سوى حقوق ذا الاسكولي يهي هدي الى الالي يفير في عمباد الان اياه لكن هدي ما يهن تيلي مادو قولوا قولوا كلا مارتي اي ميالك لو عسكتو فيره ويبابايان بباطة بلن بانت سرتا وانا دينتي ولا قفل هذه وانت على لصعوده جزاكم الله خير وعليه احسان العشره وانا قوايول وانا شقوا مؤمنه دمركم قرسين منكم وعليها الطاعه يدنا وانا اطيعه ونك هذا الكيس يقبشه او اطيعه نعم ومن كان له زوجان لما حاصل كيله فصاعد يروح كسي بدنبا عدل بينهن ويحضر عاد لموسى او من تشنشيرن تكلنا ونفراك قادم من وين سنو تشنشيرتن حق هذا او كيك لو سفرها كقادم نعم وانو تحضر عادل لما كسميوي ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن تحضر وانو عادل لما سميو في القسمة قيرته قيرته وحضوان قيرته وحكا سيقيني كرتا قيرته خاصة هذين كوكا لوان يبن هذين لسحيطان هذين لسحيطان لا موقلا انو مدلب هذين لسحيطان كانا اولا هذين لسحيطان لا موقلا وما تدعو الحاجة اليه وحيالها اللوبة هي هنا وانو يذن تحضروا قيبيو حولها وناقة معاملة وناكسن قصلك لصاحتك وحكا صومارتي لو باهيهي وينو سعاد من الله وناكسن ولو دي سحاس اما سبح دي سحاس وقيب يويا واذا سافر اقرع بينهن سفر دوقلو
oo qasab noqoto mid inuu ka haysto waa inuu ku quraayo dhexdooda taas quraacdu soo baxdo quraacda waad garanaysaa baan u malaynayaa waa loo quraynayaa qori tuur iyo soomaali talaada wuu qori tuuraya si uu soo baxda ayaa maaragtay ayaa raacaysa haddii laakiin mid ay ogolaatay ka tanaasuuya aanu tarta kala han raacdo iyada waa meesheeda waxay ku heshiiyaan dhibaato male وللمرأة أن تهين نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها هويني لكن هذين كذا ويتنازل كرتا أو صاحب الدب ويتنازل كرتا أنا هوين دقا نغضي مشغول بانسكاهي كيف لا ينسي يعني هذين كيجي وعلى قوة قلان كرا أما ويذكره كرتا وحرك كرتا وحباني قاهي قيب قيب تهيدا أن حربة بطايا لا إسكاله عدا تونتسي أن عدا تونتئي قرتا تونتئيمو حق بيو حق هذه يضع يا كتنازل كرتا لكن هذول كتنازلين نكون بنانا إنه ماركتي وعد كلاسيو أما ونن ماركتي عدالة أصلين ما بنانا ويقيم عند الجديدة البكري سبعا قبل العصر هذو جورسلا أو بكرة ونهد كهر الجورسلين تدبها بين حق ولا لهي تدبها بين إيه حق ولا لهي هذا هو القسم اللي قلنا سامركا والسيب ثلاثا أما هو إذا حاس رصوية لتي خبرة له نصر قوستي صدحين بين الحق ولا لهي ولا يجوز العزل ولا يجوز العدل إن هو إذا عزل لغصر المبارة عزل قوامحي وإن بيها بنانك لغداديه هو إذا فعل أهين إن أدنانك بيها كدادشه أما وحيالك لا استعماشه وأديني مارتي المال يوصل لمدة أو ما بنانا نعم ما بنانا إلا يذين فصاحبه يعني ولا يجوز العزل عزل كوان شاقني قفك وبنان كبيه سكداليو يعني نعم مدة سلمعنوه حيا المديدية عرور مديدية تاوحا لمدة هدان وح سبب ترين وح كستوه المهديرية يا لمدة كنين كالعنية وحيال الله حرانية مش عارف وحا صوبا موانا السنة هذي عينا هوين يبو فصحين سبب اونا ترين ارنتا كي ليس ادينا ترين نعم نقول حول صلى الله عليه حديث باسه طبعا جابر اللي قولي كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ونعزلين نبو وقتي نبقى سوى قرآن كسوى دقيو جابر بايدي بمعنى حقا ويبنانتاي لكن والقوانا اكسيني هاي نعم والقوانا اكسيني هاي ذلك الوضع الخفي رسولك قالنا اللي قولي وحبال أولين تير حبال أولين يعني قف حبال قليو كره كان ما يلمي هاقين الديد السنة هوين ذكو ورئيسته أرنت اسمه هناك سنة مدى لبعض هوين ذحرت حق بيلا ذهيبا يلا حق يلا ويان إنا تبنان ككد هذا سو بيه هاقا يلا فسح على كقالنين لأنه يلا واحد لبايا أما يلا هدي أرنت اسمه هناك سنة مبنانا إنا كو أقلات مياني نعم يلا حق لا رنتاس ولا يجوز العزل ولا اتيان المرأة في دبرها وحاك لو حارانا هوين ويدين لوغة تغا حق الدنب وحاران وي ما بنانا حتى دي الكوفة السحر ما بنانا ارنتاس حاران ويان نعم ارنتاس حاران وي من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رسول كوفو يري نكي هويني عادة قبطة اوتاقة اما هويني حق الدنبا اوتاقة او متفالي اوتاقة او حويدية اما هويني فعلا ليسا وحيني محمد المسودة جي وكالقالو بي ساس رسول كوفو صلى الله عليه وسلم وحيني محمد المسودة جي قرآن يدينها وكالقالو بي حديث كابو هريرة وري ترمذي باصوة صاري ابو داود ابن ماجه وانا حد السنة كيسو وناك سيهاي اذا رفتاس واحاران هوين اذو عادة قطين لو تغوا حاران هوين دبض اللوغة تغوا حاران لكن وحيالها كليمار تهوين اذا لغو راح السنة وحدة باعتا عماله هو حاسكا قدو يهي او ايو اينا مارتي اينا دبسنين وحي آن تاهين ويقوب بنان تاهي نعم الفصل الرابع فصل كافراد الولد للفراش وحويان مسألة مهمة إن هوين يقضى وقرغي سيتوقته المهو هير كاسي أيضا لان من كاسكاله
ninka guriga iskale ilmaha xaaska ninka xaaska qaba ilmaha ku dhasha gurigiisa iyo gogashiisa isagaa dhalay ama naagtiyada hadday gogo dhaaf samayso oo ilmaha meel kale ka soo qaado iyagaa dembigaas korka ka saaran yahay ilmahaasina ninkaasaa iskale qof kaloo sheegan kara ma leh qof kalaa dhalay iyo ninkala waxaas ma anfacayso alwaladu lilfiraash gogosha uu ninka gogosha iskale ayaa ilmaha dhalay walwaladu lilfiraash firaashka waxaa laga wadaa duucana gogosha ninka leh sariirta ninka loo gogliy ee haweeneyda qaba ayaa cunuga meeshaa ku dhasha iskale walaa cibrata lishabayhi bikayri saaxibihi cunugii ninkalena u ekaaday wax qiima a male wax qiima ma leh wallaahi ninka cunugani hebel buu egyahay DNA-da la fiiriyo maaragtay ninkalaa dhalay waxaasi ma anfacayso ninka firaashka iskale ee gogosha iskale naagta haweeneyda qaba ninkaasaa ilmaha dhalay isagaana magiciisa uu xambaarayaa isagaana dhalay shareecadu saasay amraysaa tayib waida ishtaraka halaathatun fii wadi amatin fii tuhrin malakaha kul waaxid minhum fiihi fajaad biwaladin wadcuuhu jamiican fayuqracu baynahum waman istaxaqahu bilqurcati facalayhi lilaakhariina tsuluha diya طبعا أنت سرح ما أنت شوفت معها وقت يهرى وحا تشري شري زمان وحل إلى أما أبون ننكو يالانا يو وإستغلت غي مارتي يدو نكاح يوحا اسمع دامو ويا شيء ملك اليمين بال إلى ذا إستغل حنانا يا وأوتغي حاسا هم وأوتغي مركا وان ورونا في قدي كرا مركا وقدي كرا مركا هويري أدونا أيا هال طاهر يدو هال طاهر وإنك قبي سنين aya saddex mid gacantood gashay nin baa haystay ninkalu ka siibiyey haddaa jiro ninkalu ka siibiyey ninkasta markuu iisaday wuu tagay waana hal dhahri dhexdii weeyaan ilmay uro yacni uur bay qaado ilmay dhashay ninkasta wuxuu yihi aniga ayaa ilmahan iska leh sheekh wuxuu yidhi waa loo qori tuurayaa ninkii qori tuurku u dhaco ee ilmaha yeesha ayaa labadii kale wuxuu u celinayaa saddex meelu dhig laba ka mida ayuu u celinayaa diyadii yacni masalan diyadii ninkaas diya yacni waxa weyaan boqol halaad saddex markaad u qaybisa meel ka mida laba ka mida ayuu labadiini kala siinayaa u qaybinayaa la-anna waxa weyaan cunug buu isagu yeeshay labadaan inay yeeshaa xaq bay lahaayeen markaa sidaa daraaddeed ayuu ugu celinayaa arrintaas ta waxaa xukumay sayidana cali ayaa arrin noocaa intay dhacday ayuu rasuulku u yeedhay oo yidhi arrinta xukun saasuu ku xukumay rasuulkuna wuu qoslay sala allahu calayhi wasalam ilaa ay geesihiisu muuqdeen waxayna arrintaa ku tusinaysaa in uu waafaqsan yahay arrinta iyada waida ishtaraka halaathatun saddex hadday wadaagaan fii wadi amatin haweeni addoona inay jimaacaan ama ay u tagaan fii tuhrin malaka fii tuhrin daahir hal daahir yacni waxa weyaan intay ka qabaysatay caado caado ka in weli kumayna dhicin markaa uur way qaadi kartaa saddex wiin markaa way wada jimaaceen ama way u wada tageen fii tuhrin nacam duhur waaxid malakaha kullu waaxid mid kastana duhurka gudihiisa ayuu hantay oo uu gacanta ku dhigay minhum fajaad biwaladin cunug ayay la timid ama cunug bay dhashay wadacuuhu jamiican way wada sheegteen fayuqracu baynahum waa loo qurcaynayaa laakiin maanta arrintaa way ka saaran tahay maanta waa maaragtay dhiigoon baa laga qaadayaa d ntiisa la fiirinayaa ninka maaragtay biologi ahaan ninka u waafaqsan yahay ayaa la siinayaa cunuga dabcan taasaad moodaa cilmiga maaragtay aan joogna maanta arrintaas waa meel ka saalan ayuu ka soo qabtay nacam fayuqracu baynahum waman istaxaqahu bilqurcati qofkii ku hanta yani qori tuurkaas facalayhi lilaakhariina thuluha diya qof la dilay diyadii wuxuu laga bixinayay markaa saddex loo qeybiyo laba mid ka mid ayaa la siinayaa darsiga caawa insha allahu tacaala intaas ayaan ku joojinaynaa biidni illahi tacaala wax su-aalii hadday jiraan insha allahu tacaala waan dhegeysan doonaa jazaakum allahu khayran wanafaca bikum insha allahu tacaala waxaan dhegeysanayna annagana allahna ugu anfaco subxaana ilaahi subxaana watacaala waxaan akhriyayno هنا نستمعون قول فيتبعون أحسنه هذا وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى وصحبه أجمعين.